أم صالح تفضلي. أم صالح. ألو. هلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أم صالح. الله يزيد فضلك يا حبيبي. الله أقول لك يا أبو، ماني عارفة، المهم أنا عمري الحين 70 سنة. نعم. وحجيت وأنا عمري 13 سنة. أيه. وأنا لي سنين أتمنى الحج. أيه. لكن ما كتب الله لي، ما تكفيني هذه أمعي. والسؤال الثاني. أيه. عندي إخوان من أبوي فقط. أيه. لي أكثر من 27 سنة ما دخلوا علي البيت، وأنا حاولت أزورهم، حاولت أجيهم، حاولت أكلمهم، ما لي حيلة. هل أنا قاطعة عليهم؟ ماذا أفعل؟ جزاكم الله خير. أبشر. هذا سؤالي. نعم أبشر. محمد، سؤال الأخير يا شيخ، تحتاج نصيحة. تقول إخواني من أبوي 27 سنة ما زاروني، هل أنا قاطع لهم؟ يعني الحقيقة القطيعة لها أسباب، قد تكون أسباب منها، لا أقصد هي بشخصها، السبب من الذي اشتكى، السبب من الذي يشتكي من القطيعة، أو السبب من الطرف الآخر، كل هذا محتمل. وهناك أسباب كما يسمونها أسباب خفية، أسباب خفية، يعني بمعنى أن الإنسان هو المتسبب ثم استثار من كان في الجهة المقابلة من أقاربه، أو فشكل مواقف قولية ومواقف فعلية ومواقف معينة، ثم ارتدت مرة أخرى، ثم كل واحد منهم يقول أنت السبب، أنت الذي بدأ، أنت الذي فعلت. وكل هذا من الخطأ. الحقيقة احرص على أن تعتني بخطراتك، لأن الخطرات هي توجه الجوارح. خطراتك أخي أبعدها عن قريبك، عن ابنك، عن زوجتك، عن أخيك، عن ابن عمك، أبعد الخطرات. فإذا أبعدتها بإذن الله عز وجل كانت تصرفاتك وفق خطرات نقية حقيقية. والناس تعرف النقاء، والشيء الذي لا يقصد به الإنسان يعرفها من خطراته، ومن قسمات وجهه، ومن فلتات لسانه، يعرف منه الشر كما يعرف أيضا منه الخير. فلا أدعو إلى جلد الذات، كل قريب قاطعك معناه أنك أنت السبب، لا، هي مسألة فيها اعتدال، فيها توسط، أن يتوسط الإنسان بحيث أن يجعل احتمال الخطأ منه، فيمسح كما يقولون، يمسح الأحوال التي مرت، ماذا قال، ماذا فعل، ولا يكون مثل المنافق النفاق العملي، لا يهمه ماذا قال القريب وماذا فعل القريب. إذا وقع الموقف في كثير من الأحوال، وربما أحيانا أكثر الأحوال، فيه مشكلة، فأنت عالج هذه المشكلة، واجعل على سبيل التنزل الجدلي، اجعل أن الخطأ منك، وابحث عن سبب الخطأ. فإذا مسحت كما يقولون، وقلبت وسألت ثم ما وجدت شيئا، كان الإثم عليهم هم، مدام هي تحرص على التواصل وتحرص على اللقاء، فهذا يكفي منها، وقد أدت ما عليها، وحرصت على أسباب اللقية وعلى طرق الاجتماع المعروفة، لكنهم لم يفعلوا. ولتكثر هذا الأسباب الموصولة بالسماء الدعاء، تكثر من الدعاء بأن يرقق قلوبهم لها، وأن يرق قلبها لهم، فهذا له أثره الكبير بإذن الله عز وجل على تعديل سلوكها وتعديل سلوكهم، نسأل الله عز وجل العافية.